على الاجواء الرومانسيه اللي عشناها، وطبعا رح يكون في لنا لقاء معه بعد شوي. ومثل كل نهار ثلاثه موعد مع الدكتور نادر صعب. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا وسهلا فيكم. ثانك يو. ماشي الحال؟ تمام دكتور. بالبدايه قلنا اليوم في عنا هيك وسيله جديده للتخفيف من الام اي تقنيه تجميليه. عاده شو بتستعملوا لتخففوا من الالام؟ عادة نانسي مثل ما بتعرفي بعض الناس بخافوا من الإبر، بخافوا من الوخز، أو بيكون عتبة الألم عندهم كتير مرتفعة، يعني على أقل إبرة بتحسيهم تألموا. بقى هون التعاطي معهم بيكون مختلف، او بنلجا الى حتى عيد، لانه انا اكثر وحده دي بحب وبتشجع وبضل بدي اعمل اشياء بس بخاف، عندي فوبيا من الابره. ايه بقى هيدي الاله هي لإلك تحديدا. هي الخوف من الابره ولا خوف من الالم كمان دكتور؟ في اشخاص ما بتخاف من الابره بس بتعطي الهم انه تنوجع. كرمال هيك هيدي الآلة هي اكتشفت، لأنه مثل ما بنعرف بالزمانات كنا نستعمل أو الكريم المبنج أو الوخز المبنج، أو عند بعض الناس كنا نلجأ إلى بعض السيديشن بيكونوا شوي مدوخين، نعمل كل الوخز والأبر والعلاج بالليزر من دون ما يحسوا بشيء، وقت ما بيصحوا بيكونوا اوريدي خلص كل التريتمنت. لكن ما فينا نعمل هالاشياء على اشياء بسيطه، يعني مثلا حدا بده يعمل بوتوكس، حدا بده يعمل يمكن شوي خطوط الحزن، ما بالضروره تعلقي له اي في وتعملي له سيديشن. في اشياء بسيطه بتعتمد على الذبذبات الالكترومغناطيسيه يلي هي جدا بسيطه ما بتاذي، بنحطها بوضع جنب الوخز. أوكي. وبالتالي بتؤدي الى الى اوبنيبيليشن والى تنميل النيرفز اندنج، يعني اطراف الاعصاب. أوكي. وبالتالي هون ما بنعود نحس الالم يلي بيجي مع وضع الابره. بضل في شويه احساس وجع ولا بالمره بيختفي؟ هلا بضل في شيء بسيط بس ما بيعود يذكر، لانه بنكون نحن تخطينا عتبه الوجع بارسال هالذبذبات الالكترومغناطيسيه من خلال هالاله يلي هي حتقضي على. طب دكتور خلينا نشوف هلا على مباشره على الهواء الصبايا الصبيه بالاحرى كيف رح تصير هلا التقنيه؟ هلا يعني على منطقه الوجه ولا فينا لغير منطقه بالجسم؟ يعني ممكن كمان للشفاف، منيحه للشفاف اذا حدا بيكبر الشفاف. يعني مثل ما بنشوف هي بتحس انه مثل ذبذبات وشغله جدا بسيطه، اذا بدنا نعمل بوتوكس بنقدر نحطها هون، وقت ما بدق على الجلد والعظم بنحس انه شوي صار في عنا تخدير بالمنطقه. أوكي. ما بتعود تزعج شكه الابره. مثل ما هون حنشوف هلا هي الطبيعه عاده من الاشخاص اللي بيوجعوا. ايه يعني هي كثير بتخاف من الابر وبتتوجع. اوكي عبسي عبسي مثل ما عم نشوف كثير في عنا هالزقره اللي هي مزعجه. يمكن بتغير النظره كلها، بتعطي نظره كثير قاسيه. تعلي حواجبك بليز. ومثل ما عم نشوف هون هالخطوط هن كثير مزعجين. اما تضحكي بليز. وهون على الاطراف كمان عم نشوف في عنا شويه التجاعيد البسيطه. هلا اللي رح نلجا له نحن نلجأ له هو الوخز، لكن مع هالآلة الجديدة يلي تقينا هالآلام، وبصيروا الناس يتشجعوا بدون ما يحسوا بهالوجع. اليوم حنلجأ عند نتالي لحقن البوتوكس بالجبين. قد ايه بتخليها تقريبا؟ يلا يعني قد ايه الفترة اللي بتخليها على المنطقة اللي بدك سريعة دغري بنفس الوقت؟ دغري. أوكي. كرميل هيك العلاج هو جدا سهل. مثل ما بنشوف عبستها كثير قوية وقاسية. اوكي يلا. انا شوي مع الاطلع شو مثل ما عم نشوف ما بتعود تحس قابس ابدا. على السريع دغري يعني. هي من الناس يلي كثير بتوجعوا. اي 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 ارجع بعد دقيقتين دكتور. اذا بدي اعمل بوتوكس عند الدكتور يعني العمليه كلها بتاخذ لها 5 دقائق، ما عاد بتاخذ لها ساعه.
بنروح دكتور ورجع دكتور. هلا اكتشفت انا السيدات شو ايه هيدي يمكن من ورا الاشياء اللي بتعذب فيها معك كرمال هيك كان التفتيش عن اشياء. هو مثل ما بوجع بس بكون ستريسي كثير بصير بتوهم اني حوجع مشان هيك. كثير اشخاص كمان هيك بتسأل شو مثلي انت لا انت هلا بتحمل عند الضغط يعني بس انه ايه خلص بس انا حاطه تحت امر الواقع خلص. اوكي شو ناتالي ما حسيت الشيء ابدا؟ ابدا شو حلو انت هون وهيك بنكون تقريبا خلصنا والشغل هيك بصير اسرع واريح لك دكتور واريح حتى للمريض يعني يمكن هالآلة هي اكتشفت كرمال الناس يلي مثلك نانسي يلي بيعانوا من هالمشكلة لانه هن بيكون عندهم بانيك اكثر ما هو 100% اكثر ما هو انه بحسوا بالوجع. اما للمناطق الثانية ايه يعني مثل ما بنشوف في عنا خاصة على الكلينك بنحط لإزالة خطوط الحزن. مش عارفة وين بدي اهرب اي ميلة لما اطلع ايه حتى انت يمكن بتخافي من هالاشياء قربي ايدك. ايه هيدي المنطقة يمكن من اكثر المناطق اللي بتوجع ومرات بتحتاج انك تحط مخدر دكتور. أيوة. ابرة يعني ابرة البنج. اعطيني مين لهالدرجة يعني فعالة بنكون حتى خلصنا من خطوط الحزن. اوكي يعني هلا شو بعد بدنا نعمل؟ يلي بدنا نعمل له اياه بعد هو حقن الكافيار بالبشره وهيك بنشوف العلاج صار جدا سريع وما بده كثير وقت وبيعطي هالاكلاب سرعه على بشرتها. وهون بيساعد هالماشين ممكن تساعد شوي انها تخفف من الازرقاء دكتور؟ يعني أكيد. ممكن هالفيبراسيون هو اللي بتخلي انه هيك بك الدم يتحرك ما بعرف ما تزرق أكيد. مكان الابره ما بيعود يصير في ازرقاء لانه وقت ما بيشدوا كثير على الوجع بتحسي انه الشرايين بيطلع الضغط بيصيروا دغري يطلعوا دم لبرا. هلا هون شو عم تعمل ابر الكافيار؟ هون عم نحقن الكافيار بالبشرة. اوكي يعني كم منطقة بالوجه تم حقنها من دون ما تحس السيدة او الصبية؟ ونتالي كأنها نايمة مش كأنه مبنجة يعني. والكافيار بعد قد ايه بنبلش نشوف هالنتيجة؟ بدءا من ثاني يوم الصبح بنلاقي البشرة بلشت تتحسن. اوكي كل قد ايه بنعمل جلسات الكافيار؟ الكافيار حسب وين ساكنين، إذا ساكنين ببلدان حارة دول الخليج أفضل كل 4 شهور. أوكي أما إذا عايشين ببلدان باردة مثل فرنسا مثل كل 8 أشهر 9 أشهر. هيدي الأشياء بتلعب دور كثير رئيسي. وهون من بعد العلاج نلجأ إلى وضع كريم يلي بيقدر يعطينا هاللمعية وبيقدر يعطينا الترطيب على البشرة. أكيد الكافيار مثل ما بنعرف بده شوية وقت يعني 24 ساعة على 48 ساعة لحتى يدخل على الخلايا لجوا. مباشرة يعني وضعت هالكريم بعد هاللوخز؟ يمكن هولي الوخز كنا من قبل نقعد ربع ساعة لحتى نعملهم، هلا مع وجود هالآلة صارت بتخفف من الآلام. وبنفس يعني الوقت العملية كلها ما أخذت 5 دقائق. صح. اي وهلا هيك كل سيدة عبالها تتألق بفترة الأعياد، كل صبية وسيدة عبالها تتألق بفترة الأعياد بتفضل بتنام على الشهرية وترتاح وأنا بستلم قال قوم ليه ما عملت البوتوكس ساشا؟ ما دام بعسلها هيك كان لازم نعملها بوتوكس لساشا. شغلة ايه؟ جدا سهلة. أنا بدي رأيي. بتغيري رأيي؟ بنروح لعندك دكتور. هيك عروة. عروة. كابوتشينو قهوة. بس هو الحلو إنه الحصول على نتيجة بالبوتوكس كوقاية من التجاعيد. مثل ما بنعرف لأنه البعض بيعتقدوا إنه البوتوكس مش لازم نعمله على عمر مبكر، لا بدي أقول اليوم إنه البوتوكس لازم نبلش فيه على عمر مبكر
لحتى نكبر من دون ما يصير في عنا البقايا التجاعيد او التجاعيد يلي صاروا كثير عميقين او صاروا يمكن كثير اخذين محل كثير هيك ظاهر صاروا هالتجاعيد. صحيح. كرمال هيك وحتى لو بلشنا على عمر مبكر بنقدر نعمل البوتوكس يمكن مره او مرتين بالحياه. اما كل ما تاخرنا بنصير كل اربع اشهر خمس اشهر بحاجه للبوتوكس. يمكن الاطباء بيستفيدوا لكن ما منيح للمريض. كرمال هيك بقول انا البوتوكس لازم نبلش فيه كوقايه من التجاعيد وبالتالي نكبر سنا لانه ما حدا بيحب يكبر مع التجاعيد. ونحن المثل يعني على الشيء اللي عم بيقولوا صغار وبنعمل بوتوكس. دكتور ميرسي كثير واكيد كل الاشخاص يلي حابين يتواصلوا معك عم بيظهر الايميل الخاص فيك وهيك بيقدروا يسالوا اي سؤال حابين يستفسروا. ان شاء الله يا رب تكون سنه خير على الجميع. وعليك يا رب وعلى عائلتك وعلى انا سلم لنا كثير عليها وسنيها. ثانك يو. فاصل؟ فاصل.